واستمر البحث عن الطائرة حتى صباح اليوم التالي 14 نيسان 1966، ومع خيوط الفجر الأولى عثرت الطائرات على طائرة الرئيس عبد السلام محمد عارف المنكوبة بعد 10 ساعات من سقوطها. في الواقع ما حصل في حادث الطائرة يلفت النظر كثيرا، وما حصل بالبيانات أيضا يلفت النظر. يعني أنا أذكر جدل حصل بيني وبين أحد الأخوان، كان وزير ذاك الوقت، وأنا كان لي موقف، كنت خارج الوزارة. ربما يكون الدافع عاطفي أكثر بحكم تعلقي بعبد السلام الله يرحمه ومحبتي إليه، لكن الحادث كان يلفت النظر. البيان الذي صدر من الحكومة يدين بسببين على الأقل. يدين من؟ يدين كاتب البيان. نعم. البيان بعد أن يتطرق إلى ما حصل، طيارة وتأخرت وكذا، قال وقد حال سوء الأحوال الجوية دون قيام الطائرات بالبحث. لكن يرجع فقرة أخرى يقول قام أحد طيارين بطائرة تعود إلى شركة نفط البصرة بالطيران والبحث. زين، سألت صاحبي قلت له ارحم أهلك، الأحوال الجوية منعت طيارة عراقية أن تطير، ليش سمحت الطيارة بريطانية أن تطير؟ شكرا. الفقرة الثانية أو الثالثة، ما أقصد أنها بالتسلسل، نعم نعم، ثلاثة، أن الطيار اللي طائرة شركة النفط احتضن صاحبه فرحا وقال لقيناه، وهذا الضوء فهبط بطائرته إلى أن وصل إلى مرحلة أمينة، وعاد التفت إلى صاحبه وقال له للأسف هذا فانوس صياد بالهور. قلت له صاحبي، قلت له يرحم أبوك، الطيار الجين قدر يشوف فانوس وما قدر يشوف 500 جالون تحترق. طيارة ظلت تحترق إلى صباح اليوم التالي. شون؟ فالواقع في ذاك الوقت قلت له إذا مو قتل متعمد قتل بالإهمال.